هي بداية الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للإذاع الجعادين المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا في هذا المساء 6 كيلومتر. يا سلام، بنشاهد وبنتمتع وياكم عبر قناة دبي ريسنج على هذا المركاض والمنافسة على أرضية ميدان المرموم مع سن الإذاعة. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط وبنشوف الآن اللي في المركز الأول. المركز الأول ناخذ اللي في المركز الأول، فريد في المركز الأول في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني الشعال، في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثاني نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني الشعال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث أشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز الرابع يغير إلى الثالث إلى الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، مرموق لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. وفي المركز السادس، المركز السادس ترى اللي في المركز السادس مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي بن واس الاجتبي. وفي المركز السابع، المركز السابع على اللي في المركز السابع سرحان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن على اللي في المركز الثامن هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة الاجتبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر ثاني بن عبيد بالكديدة. وفي المركز العاشر، المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن عبد الله بطير العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، إلى فريق فريد، وهو منفرد منفرد بشكله بعرضه في أدائه في شعاره المميز، شعار هجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة على مقدمته هذا الشوط. ها هو فريد لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره، يوفن السبق ولا يخلفن. يا سلام، شاهدنا السبق وهن يوفن في الختاميات في التمهيديات في الدولة أو خارج الدولة، يوفن مع الذهب مع الكاسات مع السيوف مع هذا المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة. المركز الثاني، المركز الثاني مرموق، مرموق في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع تواق في المركز، نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات. تواق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السابع، المركز السابع سرحان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر ثاني بن عبيد بالكديدة. وفي المركز التاسع من الجانب الثاني أرى شعار هجن العاصفة يتدخل من المركز التاسع إلى الثامن إلى السابع إلى الخامس
في هذه اللحظات. يا سلام، الحذر الحذر وحذاري من الحذر، وصل الحذر بدون استثناء من المركز العاشر إلى الخامس إلى الرابع. يبقى يلحق إخوانه، يبقى يلحق، يبقى يلحق فريد ويلحق مرموق. يا سلام، بدأ الآن يغير وينتقل إلى المركز الثالث. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز لهجن العاصفة. نرجع إلى فريد، فريد لازال مسيطر على المقدمة لهجن العاصفة، مرموق في المركز الثاني لهجن العاصفة، وفي المركز الثالث الحذر لهجن العاصفة، والثلاثة بإدارة وتضمير المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بالضبيع الاجتبي. وفي المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس، المركز السادس متعب لهجن الرياسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثامن نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف اللاحج الهاجري. المركز التاسع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وفي المركز العاشر سرحان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا فريد، أنا التهيت عد المراكز العشر الأوائل وفريد تجاوز لوحة الإعلان لألف وميتين، تجاوزنا بقيادة فريد ومرموق والحذر، والثلاثة ملكية لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا فريد، فريد وانت فريد في شكلك في أدائك في عروضك الجميلة، ها هو فريد. يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا فريد بدون أي أوامر تذكر، لا زال ركض تلقائي يقدم الانفرادة على المقدمة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز في هذا المساء مع هذا الشعار، الشعار الملكي شعار هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط بقيادة فريد. وها هو فريد ومرموق والحذر، ومتعب أيضا يبقى ينضم إلى الغافلة، متعب لهجن الرياسة. وفي المركز الخامس نشوف المركز الخامس قدوم من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، لكن أرى هملول، هملول قادم لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد إلى المركز الرابع. نسير مع فريد ومع مرموق، مع فريد ومع مرموق ومع الحذر. يا سلام، مرموق في شكله، مرموق في عرضه، يغير ينتقل إلى المركز الأول في هذه اللحظات. ها هو مرموق، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز مرموق بالمركز الأول والحذر بالمركز الثاني وفريد في المركز الثالث. تهانينا لهجن العاصفة. المركز الرابع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول مرموق إلى خط النهاية. تسع دقائق واحد واربعين ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثاني فريد تسع دقائق 42 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والذي وصل في المركز الثالث الحذر تسع دقائق 42 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على حصول هجن العاصفة على المركز الأول والثاني والثالث. تهانينا للجميع والناموس.